الزوراء يساندون الفريق قبل مواجهة الشارقة. والله الزهراء مو بس من حزب نفسي، وتكلمت ايضا انا يعني مع شخصيات الاداره على امور الزهراء. للاسف يمر بفتره هي حرجه، رغم الان يعني مدرب كابتن ايوب غني عن التعريف، لكن المستوى اللي يظهر بيه والاسلوب ايضا اللي يظهر بيه اللي يلعب بيه الزهراء بدي يناسبهم. شوف يعني انا اعتقد انه فريق الزهراء يمر بوضع نفسي غير جيد. كثير من الامور من الممكن انه الظروف يعني غير سانحه لانه يقدم المستوى المعهود عنه، لذلك رساله انه نسيان الماضي، نسيان المباريات الثلاثه الاخيره للفريق ونتائجها، ايضا رساله الى جمهورنا، جمهور نادي الزهراء، انه يقف دائما مع الفريق. لكن هذا ما يمنع انه الزهراء فريق جيد، لاعبين اكيد المباراه مهمه جدا، يعني اعتقد مع الشارقه الاماراتي الفريق الشارقه ايضا مو ذاك الفريق اللي يعني يكون شلون بصعوبه انه تقدر تخطاه.